مساء الخير على كل مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من تمام العاشرة. كل فترة نقوم من النوم على جريمة جديدة ونسأل ده خد عقوبة؟ لا بيستأنف، لا أصل هو جايب محامي شاطر واحتمال يخرجه، لا أصل هو جاب شهود وقال إنه ما كانش موجود، وتوالت وتوالت وتوالت. المشكلة دلوقتي ما بقتش مشكلة إن واحد بيقتل واحد بس، ده واحد بيحرق مراته، يرمي عليها اي مادة شديدة الاشتعال ويولع فيها، يا اما ام بتقتل ولادها، يعني ام تقتل ثلاث اطفال، ام تقتل طفلة ليها بحبات الفيل الازرق والحاجات دي. المشكلة ان مفيش حد بياخد يعني حكم رادع. يا ترى هي تبقى المشكلة في ايه؟ في القانون نفسه؟ ولا بتبقى مشكلة في القضاء؟ ولا بتبقى مشكلة في التحقيقات؟ ولا بتبقى مشكلة في ايه؟ ولا مشكلة في المحامين اللي ضميرهم غايب؟ طبعا مش كلهم، انا ما اقدرش ان انا اقول كل المحامين ضميرها غايب، بالعكس في محامين عندهم ضمير جدا وبيراعوا ربنا وبيتقوا الله وبيحطوا نفسهم مكان اللي حصل مع الجريمة، بس في محامين لا، في محامي يجي يقوله تعالى مش انت قتلت فلان، احنا هنثبت اصلا ان انت كنت مسافر، احنا هنثبت ان انت كنت في المستشفى. وكمان في موضه جديده دلوقتي طالعه زادت قوي، يعني كانت زمان لما كانت بتحصل كنا ايه، يا يقول لك ده طلعه مختل عقليا، دي زادت دلوقتي قوي، اللي بيقتل واللي بيسرق واللي بيغتصب وكله يقول لك مختل. هو المختل بيقدر يقتل ويخطط؟ ده في جرائم بتبقى سبق اصرار وترصد. المختل بيغتصب؟ اعتقد بقى دي بالذات استحاله، وكل يوم الموضوع بيزيد، كل يوم الموضوع بيزيد. ايه المشكله؟ قانون العقوبات ليه مش بيتطبق بحذافيره زي ما بيقولوا؟ ليه القاضي ما بياخدش بان الحادثه فلان قتل فلان او فلان قتل فلانه فخلاص ياخد الاعدام؟ ليه فجاه بيطلع محامي بيجي كده من الهوا يروح مطلع المتهم؟ طب بالنسبه للضحيه، ليه احنا ما بنبصش ان الضحيه دي بتبقى ليها حق ان هي يرجع لها ايا كان، يعني سواء كان واحد او واحده او طفل او اي حاجه؟ بالذات جرائم الاغتصاب زادت، زادت قوي. ليه؟ عشان احنا ما بناخدش فيها اي اكشن. المفروض ان اللي اغتصب يعدم خلاص، ده يبقى كده حاجه مصدقه، انت خدت طفله اغتصبتها او طفل تعدم، ما يبقاش فيها اي نقاش. لكن تاخد طفل او طفله تغتصبهم وفي الاخر جبت محامي يخرجك منها، لا ده قمة يعني الظلم. هنتكلم وهنتناقش في قانون العقوبات النهاردة مع المحامي خالد جمال، ماجستير في القانون. مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك، أهلا بأستاذ المشاهدين، نورتنا. نورك والله. قانون العقوبات إيه هو وصدر إمتى؟ قانون العقوبات بينقسم إلى قسمين. تمام. قسم يتناول النظرية العامة للجريمة ونظرية العامة للعقوبة، وقسم بيتناول تحديد الجريمة وتحديد أركانها. النظرية العامة للعقوب، النظرية العامة للجريمة، الباب الأولاني، الكتاب الأولاني، بيتناول ابتداء بتعريف العقوبة وتطور التاريخ للعقوبة وتطبيق القانون وأسباب إعفاء المسؤولية الجنائية وغيره. أما بالنسبة لقانون العقوبات فيحدد أركان كل جريمة، يتناولها بالتفصيل. تمام كده، احنا محتاجين نعرف قانون العقوبات. ايه هو قانون العقوبات؟ قانون العقوبات هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية، عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأفراد وتوقع وينظم الأفراد وتحدد العقوبة، وتحدد إيه؟ العقوبة. تمام. قانون العقوبات ينقسم إلى شقين، في شقين، شق يتناول تحديد الجريمة وتحديد أركانها، والقسم الثاني أو الشق الثاني يتناول العقوبة ذاتها. بالنسبة لإصدار قانون العقوبات، قانون العقوبات قديم جدا، يعني صدر سنة 1937. تمام. طبعا طرأ عليه بعض التطورات،
التطورات دي لم تؤدي او لم تحدث التغيير في البنيان القانوني اللي يعني نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي بتمر بها البلاد. طيب ايه الفرق بين الجنحة وايه الفرق بين الجناية؟ الجنحة هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس، بتبتدي طبعا من 24 ساعة إلى 3 سنوات. أما الجناية فهي العقوبة المقررة، سواء الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد أو السجن. طب إيه الفرق بين القتل بالسكينة أو القتل بالسم أو القتل بالسلاح الناري؟ هو المشرع لم يحدد وسيلة محددة لارتكاب الجريمة، والوسيلة لأن المشرع طبعا هيعجز عن الإلمام بكل الوسائل اللي تؤدي ارتكاب الجريمة طبعا، ولكن هناك بعض الظروف المشددة التي إذا يعني اقترنت بالجريمة يؤدي إلى تجديد العقوبة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا القتل بالسم. القتل بالسم دي يعتبر ظرف مشدد، هو ليس من أركان الجريمة ولكن يعتبر ظرف مشدد لارتكاب الجريمة. ليه ظرف مشدد؟ لأنه غالبا بينطوي على الخيانة، بينطوي يعني سهولة الحصول على السم. أي حد ممكن دلوقتي، يعني في فرق كبير إن الواحد يحصل على سم، ممكن أنزل الأغذية أجيب مبيد حشري وسم، لكن دلوقتي عكس طبعا الحصول على سلاح بيبقى أصعب بكتير. تمام. طب أنا عايز أسأل حضرتك، في الحرق حي، أنا ده بقى السؤال اللي مجنني، بيتساوى اللي حرق حد حي زي مثلا اللي قتله بسكينة؟ هو غالبا القتل طبعا بالسكينة لو مقترن بظروف مشددة. تمام. كان في لسه من كام يوم كده في حادثة، واحد درق على مراته مادة سريعة الاشتعال اللي هو زي البنزين والحاجات دي وحرقها. غالبا الجريمة دي بتكون مسبوقة بالإسراء، سبق الإسراء وسبق الترصد. ما هو في سبق إسراء، وطالما اقترنت بسبق الإسراء والترصد ده عقوبة الإعدام. لا هو خرج يعني تكملة السكر هو خرج، فده يبقى ايه؟ ده يندرج تحت ايه؟ اصل ما فيش غيره هو ومراته في البيت، وازاي واحدة كتفت نفسها ورمت على نفسها بنزين وحرقت نفسها ازاي؟ فيعني ده يتطبق عليه قانون ايه؟ يتطبق عليه قانون العقوبات طبعا، احنا لسه قايلينه. الحكم الاعدام فقط. الاعدام طبعا، لكن ما فيش اي الاعدام طبعا. طيب ايه الفرق بين القتل العمد والشروع في القتل؟ تمام. هنفرق بين القتل العمد والشروع في القتل. تمام. القتل العمد طبعا لابد من توفر ليه بعض الاركان. اولا وجود انسان حي، ثانيا نيه ازهاق اللي هو القصد الجنائي، وده اهم ما يميز القتل العمد عن القتل الخطا. اهم ما يميز القتل العمد عن القتل الخطا اللي هو القصد الجنائي. يعني ايه القصد الجنائي؟ يعني انا نيتي إزهاق روح المجني عليه. أما بالنسبة للشروع في القتل، ده معنى الشروع عامة، يعني الشروع هو البدء في التنفيذ، بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثري. فأنا برتكب الجريمة، ولكن جه واحد مثلا راح جاي واخد السلاح مني، بضربه جات ما جاتش فيه، ده يعتبر شروع في قتل. تمام. لا أنا بتكلم إن القتل العمد أنا إزاي أثبته؟ يعني أنا دلوقتي إزاي أثبت إن ده كان قاصد يقتل؟ ما هو ممكن يقولك لا أنا مش قصدي. هو غالبا وسيلة القتل، تمام، يعني وسيلة القتل بالعصا غير وسيلة القتل مثلا بالسلاح الناري. فغالبا الوسيلة أو يعني اللي هي بيستشفوا القاضي من وقائع الدعوة. لا يعني مثلا من رفع مثلا بصمات أو حاجة بيثبت؟ طبعا الطب الشرعي طبعا ليه دور كبير جدا في الموضوع ده، لكن غير كده ما فيش اي. لا طبعا. طب ايه عقوبة قتل مثلا شاب او مسن او طفل؟ تمام. كل واحدة بقى على حدة، نتكلم كل واحدة على حدة. نبتدي بقى بالمسن، لان في كانت حادثة في منطقة في السيدة زينب، ست كبيرة بتعطف على الناس وكده، طلع المكواجي باين متهيألي وراح قتلها، ده عقوبته ايه؟ تمام. هنفرق طبعا بين قتل المسن والقتل نبدا بالمسن عشان تمام. ده شاغلني قوي، لان لقيت فيه كذا حادثه. انا بامانه اكتر حاجه بتوجعني قوي لما تقتل راجل كبير او طفل،
يعني الشاب ممكن في بينك وبينه هيبقى في اخذ وعطى في الخناقه حتى، لكن قوي ده خلاص يعني لا حول ولا له ولا قوه ولا الطفل. فنبدا بالمسن. اولا ما فيش فرق بين قتل راجل المسن او قتل الشاب. تمام كله بيطبق عليه قانون العقوبات. اما بالنسبه للشخص الطفل وفقا لقانون الطفل، طبعا قانون الطفل هنقسم المرحله دي الى 3 مراحل، من سن 7 سنين لسن 12 سنه. ده طبعا لو ارتكب جريمه لا توقع عليه اي عقوبه جنائيه. لا توقع عليه اي عقوبه جنائيه. اللي هم بيتقال عليهم قانون الحدث. بالظبط كده. ومن سن 12 سنه لسن 15 سنه. ده برضه لا يطبق عليه اي عقوبه، ولكن قد تطبق عليه بعض التدابير الاحترازيه. يعني لا توجه عليه عقوبه. كمثلا الايداع في احدى المؤسسات او التوبيخ او غيره من هذه الوسائل. طب ما حصلش تعديل في قانون العقوبات الفترة اللي فاتت؟ يعني الفترة اللي احنا فيها، بلاش الفترة اللي فاتت اقول لك ما كانش فيه نسبة الجرائم العالية قوي دي، انا بتكلم على الوقت اللي احنا فيه اللي هو اخر مثلا 10 سنين زادت نسبة الجرائم كتير قوي. ما حصلش تعديل خالص ولا تغيير في اي بند في قانون العقوبات؟ في بعض التغييرات، ولكن التغييرات دي مش بتبقى تغييرات جذرية في القانون نفسه. تمام. دي تغييرات في بعض المواد ما تؤديش طبعا الى التغيير في مضمون القانون. لا يعني مثلا زي قانون الحدث، انت لو تلاحظ انت الفتره اللي فاتت كل اللي بيقتله دلوقتي يقول لك عنده 17 سنه، لا اصله مش هيتحبس، اصله حدث. والمشكله ان هو بيدخل اللي هو المكان بتاعه اللي هو الاحداث ده بيخرج مجرم بقى كبير. يعني احنا كنا بناخده مجرم صغير شبل لسه بيحبي، خدناه فبقى مجرم كبير. وغير كده حتى لو هو كان فعلا قتل غلط فهو احتك بناس هيعلموه القتل الصح، لأنه هو بقى خطر اصلا. هو غالبا الايداع يعني ايداعهم في احدى السجون بيكون في مكان مخصص ليها. بيكون في مكان مخصص ليها. بالنسبه للمرحله الثالثه اللي هي من 15 سنه الى سن 18 سنه. تمام. ده بيطبق عليه عقوبه جنائيه، ولكن العقوبه اللي بتطبق عليه عقوبه مخففه. عقوبه مخففه. يعني مثلا واحد ارتكب جريمه مثلا عقوبتها الاعدام. هل يطبق عليه الاعدام؟ لا طبعا مش بيطبق عليه الاعدام، بيطبق عليه عقوبه مخففه. طب ايه الحاله اللي ممكن مثلا لو احد عمل جريمه وهو مثلا في سن ال 17، ايه الحاله اللي ممكن استنى لحد ما يتم السن القانوني واحكم عليه بالاعدام؟ للاسف ما ينفعش طبعا، لان القانون بيطبق وقت ارتكاب الجريمه. يعني انهي قانون اللي كان بيسري وقت ارتكاب الجريمه؟ ما انا هفكرك ان كان في جريمه زمان بتاعت بنت الفنانه ليلى غفران. تمام. قالوا ان هو الولد اللي قتل بنتها ده ساعتها كان سنه صغير. تمام؟ تمام. قعد حوالي سنه ونص تقريبا في السجن وبعد كده راح واخد اعدام عشان كان سنه لا يسمح له. ده في انهي بقى جزء، عشان ده اللي مجنني، في انهي جزء في القانون طلعها له دي؟ خلي بالك ان في الجزء ده اللي حضرتك بتقول عليه، ان انا بعاقب من وقت ارتكاب الجريمه بالقانون المطبق حاليا. الحبس حتى ماليش دعوه بالحبس الاحتياطي او غيره. يعني القانون انا ارتكبت جريمه في ظل قانون معين اللي هو حدد سن الرشد الجنائي ب 18 سنه. تمام. ده بيطبق عليه طبعا لو من 15 سنه الى سن 18 سنه بيعاقب بعقوبه جنائيه مخففه غير العقوبه طبعا سن الرشد. بس خدها ازاي؟ يعني ازاي قعدوه في السجن وبعد كده راح واخد اعدام؟ طبقت عليه انهي بند في القانون؟ هو غالبا كان سنه معدي سن الرشد الجنائي. يعني غالبا، لان مستحيل يطبق عليه هذا القانون يعني. طب تمام. دلوقتي الموضه الجديده بتاعت انا هقتل فلان هروح لدكتور يديني شهاده ان انا مجنون فتخرج. تمام. بيتعامل ازاي القانون عموما او القاضي لما بيجي له واحد قاتل مغتصب سارق الكلام ده، بيتعامل معاه ازاي لما جايب له شهاده ان هو مجنون؟ غالبا ان القانون نص على المرض النفسي كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤوليه الجنائيه، كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤوليه الجنائيه، ولكن القانون برضو يعني حدد اركان الجريمه، فقال لك ان لابد ان المرض النفسي ده يكون معاصر لارتكاب الجريمه، يكون معاصر لارتكاب الجريمه. يعني معاصر لارتكاب الجريمه؟ يعني وقت ارتكاب الجريمه اصابه ايه؟ المرض النفسي. لا يعني انا دلوقتي اما عملت الجريمه دي ما انا كنت واعي، مش في سبق اصرار؟ يعني انا دلوقتي لما اجي مثلا اقتل سين من الناس مش انا كنت واعي؟
ازاي بقى فجأة في الوقت ده انا جالي مرض نفسي؟ هو غالبا في بعض انواع المرض النفسي زي الهستيريا وغيره من الحاجات دي بيقدم على القيام بالجرائم بدون ما يكون مدرك هو بيعمل ايه. تمام. يعني هو مش مدرك هو بيعمل ايه. طيب هو لما بياخدوه بيوضعوه في مستشفى الامراض العقليه، ايه بقى بتبقى طرق التعامل معاه؟ بيتعامل كمريض نفسي ولا كمتهم؟ بالنسبه للموضوع ده انت كنت لسه بتقولي ان ممكن اروح في النيابه واقدم شهادات واقدم الكلام ده كله. تمام. انت عارفه حتى لو كان فعلا مريض نفسي قبل ارتكاب الجريمه. تمام. وتم شفائه وارتكب الجريمه هو بوضعه الجيد السليم بدون ان يشوبه عقله اي عله. تمام. من العلل هنا بيعاقب اكنه واعي ومدرك لكافه الجرائم اللي بيرتكبها. طيب ايه الحاله اللي انا اقول ان فلان ده لا مش هينفع ياخد حكم ويتوضع في مستشفى الامراض العقليه؟ هو غالبا لما يتم الدفع قدام النيابه او قدام المحكمه بان الشخص ده مريض نفسي او غيره، طبعا بيتحول طبعا للطب الشرعي او بيشوفوا اذا كان فعلا هل وقت يعني ارتكاب الجريمه. القاضي هو اللي بيقول كلمته ولا النيابه؟ ما على حسب مراحل التحقيق. تمام. طبعا مراحل التحقيق بيمر طبعا بين النيابه ثم بعد كده المحكمه. المحكمه طبعا هي اللي بتقول كلمتها. لا انت عارف ان بيروح وكيل النيابه في ساعه الجلسه، فهو هو اللي بقى بيبقى بيقول ده ينفع وما ينفعش. لا طبعا. يعني المحكمه هي اللي بتحكم. النيابه العامه ما هي الا سلطه تحقيق وسلطه اتهام واحاله. سلطه اتهام واحاله. اما بالنسبه للمحكمه فهي هي اللي بتصدر الاحكام. تمام. هي للتحقيق النهائي. بالنسبه للمحكمه لا انا بقول لك يعني النيابه ما بتتاثرش، اقصد يعني مثلا لما دلوقتي فلان دخل عليها عامل جريمه ومعاه شهادات ما بيحصلش تاثير للنيابه؟ هو غالبا النيابه طبعا بتحيله طبعا للطب الشرعي. تمام. عشان تحدد اذا كان هو فعلا وقت ارتكاب الجريمه كان مصاب بعاهه عقليه او غير مصاب بعاهه عقليه. وحتى بعد اصدار يعني طرأ المرض العقلي بعد ارتكاب الجريمه، هنا بيترتب عليه امر برضو. ايه هو؟ بيترتب عليه ان الاجراءات اللي بيتم مباشرتها قدام المحكمه وقدام النيابه بتقف على طول. تمام. طيب ايه المده اللي بيقعدوا مثلا يحطوه تحت الـ يعني المراقبه عشان يعرفوا اذا كان هو مريض نفسي ولا لا؟ تقريبا مده قد ايه؟ هو مش مده، هي المده اللي بيحددها الطبيب المعالج. تمام. لا ما انت عارف ان في مثلا حد بيعمل حاجه ويعمل فيها مجنون. الدكتور بيقيسه ازاي؟ ما ده اللي بيحدده، ده الدكتور هو اللي بيحدد اذا كان فعلا مريض عقلي او مريض. هل المرض العقلي ده فعلا بينقص الادراك والاختيار؟ يعني في امراض ثانيه واحده، دي حلوه النقطه دي قوي. يعني في امراض ممكن ما يتعاقب عليها. بالظبط كده. عادي يعني مش هيقول ان انا مريض نفسي. لا. احنا هنا هنتكلم برضو عن نقطه جميله جدا. تمام. ان الفرق بين فقد الاختيار والفرق بين نقص الاختيار والادراك. طيب انا عايز اعرف ايه الفرق بين ده وده، قول لي ده وده. بالنسبه ل ما فيش ادراك خالص، ده يعتبر مانع من موانع المسؤوليه الجنائيه، لا يعاقب. هل مش معنى ان هو لا يعاقب ان الجريمه دي اصبحت مباحه؟ لا طبعا، هي جريمه مجرمه وفقا للقانون، ولكن هو تم اعفائه من المسؤوليه. تم اعفائه من المسؤوليه الجنائيه. نقص الادراك، نقص الادراك. لو هو فعلا وقت ارتكاب الجريمه في بعض الامراض بتنقص الادراك، هو يكون مدرك بس مش مدرك الادراك التام. هنا بيطبق عليه عقوبه مخففه. تمام. تناسب ادراكه وقت ارتكاب الجريمه. تمام. لكن لا يعفى من العقاب. طيب احنا معلش معانا مداخله، معانا ام احمد من المنصوره. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم، اتفضلي. ايوه احنا كان في مشكله بين ابني وواحد تاني، شجار بينهم يعني. تمام. والشجار ده يعني اتشكل غلط، ده خطه وده خطه، وكان وكيل النيابه يعني عمل محضر وحصل تصالح. تمام. حصل تصالح بين الطرفين يعني. تمام. بعد التصالح اتفاجئنا ان هي ماشيه قضيه. يعني التصالح تم في عند وكيل النيابه، بس اتفاجئنا ان هي قضيه في المحكمه. هو بس الاستاذ خالد هو اللي هيرد على حضرتك، معلش. لو فعلا أيوة تم التصالح، علي صوتك شوية. لو فعلا تم التصالح
التصالح سبب من اسباب انقضاء الدعوه الجنائيه. فهو الكلام حضرتك سامعه يا ام احمد؟ انا هسمع من التلفزيون معلش. طيب اتفضلي علي صوت حضرتك شويه عشان هم مش سامعينك. بالنسبه للتصالح هو لا فعلا تم التصالح ده سبب من اسباب انقضاء الدعوه الجنائيه، لكن اللي حضرتك بتقول عليه ده ان اصلا لم يتم التصالح، لان الجميل مشيت من النيابه وراحت المحكمه واتحكم فما فيش هنا تصالح، يعني لم يتم اثبات التصالح امام وكيل النيابه. طبعا انا سمعت ان في جريمه اسمها جريمه فوريه وفي جريمه بسيطه وفي جريمه مستمره، ايه الفرق بينهم؟ جريمه ايه؟ جريمه فوريه وفي جريمه بسيطه وفي جريمه مستمره، ايه الفرق بينهم؟ هو دي من اقسام الجرائم. طيب نتكلم على واحده واحده، نبتدي مثلا بالجريمه الفوريه. الجريمه الفوريه او الجريمه الوقتيه. تمام. الجريمه الفوريه او الجريمه الوقتيه ودي اكثر شيوعا، هي ان انا برتكب الفعل والنتيجه بتحدث في نفس اللحظه زي جريمه القتل. تمام. مجرد ما اقوم بالفعل نتيجه بتحصل. جريمه السرقه هي التي تبتدي وتنتهي في نفس اللحظه، دي من الجرائم الوقتيه. بتبقى تحت الوقتيه. وجريمه الاغتصاب بتبقى تحت الوقتيه. جريمه الاغتصاب جريمه وقتيه فعلا. اه ما انا بتكلم بس ان انت تقول لي ايه انواعها. اتفضل. جريمه وقتيه. اما بالنسبه للجريمه المستمره او طبعا بالنسبه للجريمه الوقتيه بيطبق عليه القانون اللي تم فيه. بيطبق عليه القانون اللي تم فيه. ده هيسوقنا طبعا اللي احنا نقول على الجريمه المستمره. ايه هي الجريمه المستمره؟ الجريمه المستمره عباره عن زي ايه مثلا؟ هي يتكون ركنها المادي من عده افعال او يستمر ركنها المادي لمده من الزمن. اه خليك في امثله عشان بس تمام. الناس تبقى زي فاهمه. مثلا زي ايه مثلا؟ حيازه سلاح. اه جريمه حيازه سلاح. تمام. كل ما امشي بالسلاح دي تعتبر جريمه. حيازه مخدرات، كل ما اتحرك كل طول ما المخدرات معايا طول ما الجريمه مستمره. لو مثلا في قانون بيعاقب مثلا بخمس سنين سجن. تمام. وانا لسه مثلا حيز السلاح او معايا الماده المخدره او كذا، وصدر قانون تاني. تمام. اشد بيعاقب وفقا للقانون اللي صدر اشد. طيب ال- ال- الاسلحه كلها واحده؟ يعني السلاح الناري زي السلاح الابيض؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه نفس يعني انت بتقول في جريمه مستمره ان انا طول ما انا معايا سلاح اللي هو السلاح الناري ده ابقى كده معايا انا كده شايله جريمه. سواء سلاح ناري او سلاح ابيض. تمام. اي شيء اي شيء يعني حيازته معايا يؤدي جريمه ده يعتبر من الجرائم المستمره. طيب فاضل بقى الجريمه البسيطه. الجريمه البسيطه زي جريمه السرقه، جريمه القتل. دي جريمه بسيطه. دي طبعا عكس جريمه الاعتياد، عكس جريمه الاعتياد. جريمه الاعتياد دي زي مثلا الاعتياد على الفجور والدعاره. جريمه الاعتياد على الاقتراض بالربا الفاحش. يعني ايه ليه قلنا جريمه بسيطه؟ مجرد ما اعمل الفعل خلاص الجريمه ارتكبت. انما جريمه الاعتياد دي من اسمها يعني اعتاد على فعل هذه الافعال. يعني لو عملتها مره واحده لا عقاب عليها. تمام. ومحكمه النقض قالت يكتفي بتوافر ان هي تقام مرتين. طيب احنا معانا ياسمين من القاهره. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا فندم. اتفضلي. انا بس عندي مشكله وكنت عايزه اقدم استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه والسيد النائب العام. اتفضلي يا فندم تحت امرك. انا جوزي كان محاسب في احدى شركات المعمار الكبيره المعروفه يعني. تمام. ومدير الامن زي ما بيقولوا كده يعني لبسه في 2 مليون جنيه يعني. تمام. وهو جابه وقال له ان الخزنه ناقص منها 2 مليون جنيه وان اللي خد الفلوس حد كبير في الشركه بس هم مش هينفع يجيبوه قدام صاحب الشركه. تمام يا فندم. وقالوا انت هتمضي على ورقه لغايه صاحب الشركه بس هيشوفها وبعد كده انت هتاخد الورقه وانت ماشي ومفيش اي حاجه. فجوزي مرضاش يعني وبعدين بعده جابوني انا واولادي من البيت وحجزوني وهددوني بعيالي وكده ومدير الامن مضاه على 6 اطارات امانه باسم واحد خارج الشركه خالص يعني اللي في الشركه نفسهم هم اللي احتجزوا حضرتك انت والاولاد. هم مدير الامن. مدير الامن بتاع الشركه. تمام. هو اللي احتجزني واحتجز ولادي وهددوا وللاسف جوزي مضى تحت التهديد بينا طبعا على 6 اطارات امانه. تمام. واجبروا ان هو يتنازل عن الشقه والعربيه وشقوا العربيه دي كل حضرتك عارفه الشباب يعني شقوا العربيه دي كل اللي حلتنا يعني. تمام يا فندم. على العلم جوزي محاسب اصلا محاسب فرع مش محاسب في الخزنه ملوش دعوه بالخزنه. الناس دي بتطلع ميزانيه للدوله كل سنه بيحاسبوا على سنه 2017 و2018 والكلام ده حصل
يوم 6/11/2018. طب استاذه ياسمين معلش بعد اذن حضرتك، انت عملتي اي اجراء قانوني ضد الشركه؟ انا ما قدرتش اعمل، لان هم بعتوا لي بلطجيه تحت البيت وقعدوا يسالوا على بنتي بتروحي المدرسه امتى وكده، فانا بصراحه خفت. يعني انا مش قد الناس دي، انا ما اعرفش حد وما عنديش حد يسندني، وغير ان مدير الامن مش اول جوزي مش اول حد يمضيه تحت التهديد على ايصالات امانه، هو كان سبق وليه محاضر بان هو مضى حد تاني من كام سنه. طب حضرتك عملتي محضر او في شهود؟ انا عندي شهود وعندي تسجيلات صوتيه لمدير الشؤون القانونيه وعندي ورق يثبت صحه كلامي اللي انا بقوله، انا مش طالعه بقول كلام وخلاص. لا يا فندم انا بسال حضرتك بس، اتفضلي كمان. معايا تسجيلات صوتيه لمدير الشؤون القانونيه وهو بيقول ان احنا كنا محتجزين جوه الشركه. تمام. وهو بيتكلم على مدير الامن وان هو مش اول مره يعمل كده، ويعني انا بس عايزه اوصل صوتي للناس من خلال حضرتك، لو حضرتك يعني ينفع تجيبيني مع حضرتك ان انا اقول للناس واوري الناس الورق. انا بس مش عايزه حاجه. طيب. انا عايزه اوصل صوتي لاي مسؤول. يا استاذه ياسمين احنا مع اي مشكله وتحت امر حضرتك، احنا دلوقتي الاعداد هياخد رقم حضرتك وهيتواصل معاكي وان شاء الله تكوني ضيفتنا في حلقه. متشكره جدا، شكرا. واستاذ خالد هيجاوبك في الشق القانوني، اتفضل يا استاذ. انت اكيد سمعت جزء، يعني احنا هنجاوب على الجزء بس اللي اتقال. طبعا دي جريمه بدون احطهم في مكان واجبرهم، دي جريمه الاحتجاز، ده كمان احتجاز مشكلة. بدون وجه طبعا، زائد الاكراه على التوقيع، دي يعتبر جريمه برضو. طب احنا امتى يتم وقف العقوبه في اي حاله؟ يعني مثلا لو المتهم بيحتضر مثلا، دي حاجه، وقف تنفيذ العقوبه حاجه تانية خالص. طيب انا عايز اعرف ايه الفرق، لان انا سمعت ان مثلا لما يكون حد حالته خطر او مثلا متهم مصاب بالكانسر او الحاجه او الموضوع ده، اي امراض خطيره، ايه وقف تنفيذ العقوبه؟ هو ان الشخص بيكون اتحكم عليه بعقوبة لا تزيد عن سنة، فالمحكمة وفقا لما تراه من أسباب، سواء أسباب تتعلق بالجريمة نفسها أو أسباب تتعلق بالجاني. تمام. فالمحكمة بتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وقف تنفيذ العقوبة. طبعا دي لها شروط، من شروطها طبعا إذا كانت جناية أو جنحة. لو كانت جناية يطبق عليها استعمال الرأفة، المادة 17 من قانون العقوبات، المادة 17 طبق عليها قانون الرأفة لحد ما ينزل إلى الحد الأدنى. بالنسبة للجنحة نفس الكلام. تمام. بالنسبة للجاني مش أي حد طبعا بيتم وقف تنفيذ العقوبة، في بعض الشروط، هو مثلا كان حسن السير والسلوك أول سابقة ليه. تمام. لم يعتاد على ارتكاب الجرائم، لم يعتاد على ارتكاب الجرائم. تمام. بالنسبة للعقوبة لابد أن القاضي يحكم بعقوبة لا تزيد عن سنة، لا تزيد عن سنة. فلو زادت عن سنة إيه اللي بيحصل؟ طبعا ما لا يجوز للقاضي ان هو يحكم بوقف تنفيذ العقوبه. تمام. طب المحكمه حكمت بوقف تنفيذ العقوبه، لو هو ارتكب جريمه خلال 3 سنين بينتهي الوقف التنفيذ. لا انا بسال حضرتك دلوقتي، لو مريض وخد حكم اعدام مثلا، خلاص هو مريض بيحتضر مثلا، ده خلاص ما يتطبقش عليه حكم الاعدام؟ لا يطبق عليه حكم الاعدام طبعا، حكم الاعدام طبعا. يعني هو اصلا بيحتضر؟ خلي بالك ان بالنسبه لجريمه، بالنسبه لعقوبه الاعدام، بالنسبه لعقوبه الاعدام بيقصد بيها الردع العام، ما بيقصدش بيها الردع الخاص، لان هو بوفاته ما فيش ردع خاص، ولكن بيقصد بيها الردع العام وهو حق المجتمع في عقاب هذا المتهم. هو كده كده هيموت، يعني ما فرقتش كتير، يعني لما يكون واحد بحتضر مثلا ومعاد يعني الاعدام بتاعه دلوقتي، هيسيبوه يحتضر ولا يقولوا لا تقوم عشان تتعدم؟ والله لو معاد الاعدام بتاع الوقت هيتعزم طبعا. طيب احنا هنشوف الموضوع ده بقى بعد الفاصل، هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم مره تانية ومعانا ضيفنا الاستاذ خالد. استاذ خالد، يعني ايه قرينه البراءه؟ قرينه البراءه وفقا للقانون، وفقا لمبدا سائد جدا اللي هو لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. تمام. وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته؟ يعني ما ينفعش اوجه او ان الاصل في الانسان هي البراءه. الاصل في الانسان ايه؟ البراءه. البراءه. تمام. فقرينه البراءه طبعا موجوده، لا يجوز محاكمه الانسان او لا يجوز توجيه اتهام الشخص الا اذا كانت هناك ادله فعلا بالدين. تمام. طيب المصري اللي هو بيعمل جريمه خارج البلد بيبقى مندرج تحت انهي قانون؟
قانون البلد اللي قاعد فيها ولا القانون المصري؟ خلي بالك ان بالنسبه للجزئيه دي بيحكمها مبدا سائد في جميع التشريعات الجنائيه، مبدا اقليميه قانون العقوبات. تمام. مبدا اقليميه قانون العقوبات يعني ايه؟ مبدا اقليميه قانون العقوبات، مبدا اقليميه قانون العقوبات ان كل من يرتكب جريمه داخل الاقليم المصري يعاقب وفق القانون المصري. تمام. ليه عقوبة في القانون؟ ما ينفعش أطبق قانون دولة تانية. ليه ما ينفعش أطبق قانون دولة تانية؟ لأن قانون الدولة هو الذي يعبر عن سيادتها. الذي يعبر عن سيادتها. ده بالنسبة لمبدأ إقليمية قانون العقوبات. حتى لو تم جزء بره مصر وجزء جوه مصر يطبق برضه قانون العقوبات المصري. طيب احنا هنكمل بقية الإجابة، خليك زي ما أنت. هناخد بس أم خالد من الشرقية. ألو. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. ايوه استاذه، انا جوزي واخد 25 سنه. تمام. والمتهم الاول طلع براء، هو المتهم الثالث في القضيه. طب هي كانت الجريمه ايه يا فندم اصلا؟ قتل يا مدام. قتل. تمام. فمش عارفه بيقولوا لازم المتهم الثاني لازم يدخل وكده يعني. يعني حضرتك، بص حضرتك، واتنين قتل واحد؟ هو ما قتلش. امال؟ هو بيقولوا شاهد على القضية. انا مش. طب شاهد ازاي وخد 25 سنة؟ مش عارف، ده من 2013. من 2013؟ طب ما هو ايه السبب بس ان هو خدوه؟ ده هو مش بتقولي حضرتك شاهد؟ هم قالوا، ما هي القضيه اتحفظت بره. وجوزي لما خد الحكم هو المتهم الثالث، مش الاول، والاول طلع براء. طب طب استفسار حضرتك عن ايه يا فندم؟ والنقض اترفض. استفسار حضرتك عن ايه؟ لما اتفضل المحامي مثلا بيقول لي لازم المتهم الثاني يدخل الاول، عشان هو النقض اترفض اصلا. بيقول لي لازم المتهم الثاني يدخل عشان الاوراق ما ينفعش ايه يعني الغلطه بحساب يعني في القضيه دلوقتي يعني. ابقى اقدم تظلم مش عارفه اعمل ايه. طب يا فندم هو اعترف بالقتل ولا هو كان شاهد فقط؟ لا ده هو سلم نفسه، هو اللي سلم نفسه، هو ما قتلش ولا اي حاجه. يعني سلم نفسه فاعترف بالجريمة؟ لا بس ما اعترفش، هو ما عملش جريمة أصلا. طب سلم نفسه ليه؟ يوم الجلسة. هو بيعاقب على إيه؟ طب ما ارتكبش جريمة. طب يا فندم، طب هو راح سلم نفسه ليه؟ وأعاقب على إيه أصلا؟ هو هم حاطين له محرض في القضية. حاطين إيه؟ محرض تاني. ماشي؟ فلما جهل. لا اله الا الله. ايوه. تمام ماشي يا ام خالد. في معانا مكالمه تانيه. معانا دوابه من اسوان. الو. الو، دوابه من اسوان لو سمحتي. زوابه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. حضرتك من رحمه ربنا الحمد لله. انا على فكره محاميه سابقه يعني. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. تمام. من رحمه ربنا الحمد لله عندنا قانون بيدرس القضايا وبيشوف لو في اي ملابسات لبراءه المتهم بيبرأ حضرتك. تمام. ياخد براءه، لان في قضايا اساسا ما بيكونش قاصد القاتل ان هو يقتل. تمام. في قضايا دفاع عن النفس، في قضايا دفاع عن العرض، في قضايا دفاع عن المال. يعني حضرتك مثلا كأنثى مثلا لو جيتي تتشاكلي مثلا او تختلفي مع حد مثلا، وهذا الشخص اللي ابعته البرجوانه مثلا وحرامي ومعروف انه هو مش منضبط اخلاقيا ونفسيا، وشلتي سلاح مثلا عشان تحمي نفسك من شره. تمام. هل مثلا في هذه اللحظه حيتحكم مثلا على هذه الشخصة بأقصى العقوبة؟ لا، حيشوف الملابسات القضية ايه. الو. طيب يا استاذة، انت حضرتك شايفة قانون العقوبات المصري الموجود حاليا ملائم للأحداث اللي بتحصل؟ طبعا القانون المطبق في مصر حضرتك بيراعي لازم تكون
القضية مكتملة الأركان وبيرجع لضمير القاضي. خلي بال حضرتك في القضاء. تمام. يعني حضرتك احنا الحمد لله عندنا قضاء من أنزه القضاء. لا هو أكيد ما فيش تشكيك في النقطة دي يا فندم. في القضايا أنا ما شفتش غير قمة النزاهة. يعني ربنا يبارك في القضاء المصري يعني بصراحة. أنا متشكرة جدا لحضرتك يا أستاذة، ألف شكر. هنرجع تاني. أنت كنت بتقول لي في حدود الحدود المصري. مثلا مثال مثلا افتراضيا واحد على حدود، بتقول لي جوه هيتحاكم لو عملها جوه وبره، فانا رحت قايله لك طب لو بره بس، يعني لو عمل الجريمه من الجريمه ارتكب داخل مصر يعاقب وفقا للقانون المصري. تمام. الجزء اللي بتقول عليه مبدا عينيه قانون العقوبات. مبدا عينيه قانون العقوبات ده ان في بعض الجرائم اللي بتخل بامن الدوله وبتخل بامن الدوله سواء داخليا او خارجية. زي مثلا داخليا زي قلب نظام الحكم او وضع دستور، ده كله يعتبر من ايه، يندرج تحت مبدا عينيه قانون العقوبات. وطالما يندرج مبدا تحت مبدا عينيه قانون العقوبات ده بيختص به القانون المصري، بيختص به القانون المصري. جريمه تزييف العمله، جريمه تزييف العمله او تزوير العمله ده برضو بيطبق عليه وفقا للقانون المصري، وفقا للقانون المصري. خلي بالك برضو ان مبدا القانون المصري بياخد مبدا شخصيه قانون العقوبات. يعني شخصيه قانون العقوبات يعني مثلا ممكن واحد يرتكب جريمه في الخارج. طب انا بقول لك لو ارتكبها كامله في الخارج، ارتكب جريمه في الخارج كامله وهرب هنا على مصر، هيعاقب بقى على القانون بتاع الدوله اللي ارتكب فيها الجريمه ولا القانون بتاع بلده؟ لازم يتوفر في شروط، لازم يكون الجريمه اللي ارتكبها دي تكون مجرمه وفقا لقانون الدوله اللي هو ارتكبها فيها وفقا للقانون المصري. تمام. تمام. ولازم تكون جنايه. تمام. تمام. طب كمل بقى، انا سامع حضرتك. لازم تكون جنايه. تمام. فلابد يتوافر بعض الشروط عشان نطبق ايه مبدا شخصيه قانون العقوبات، مبدا شخصيه قانون العقوبات. فده يعتبر استثناء من مبدا اقليميه قانون العقوبات. طبعا القانون المصري ما بياخدش مبدا سلبيه او الشخصيه السلبيه. تمام. طيب انت حضرتك دلوقتي بتشوف، انت بتشوف فيديوهات وبتشوف خناقات اكيد تحت بيتك والكلام ده، في تلاقي مثلا واحد مسك واحد فضل يضرب فيه لحد ما موته، ده عقوبته ايه سواء كان بسلاح او بايده؟ يعني احنا اكيد كلنا شفنا الحوادث دي سواء كانت في فيديوهات على النت او انت شفت حتى خناقه تحت بيتك. انت بتشوف دلوقتي كله اي حد بيزعل حد بيطلع يسحب سكينه وبينزل له، خلاص ما بقاش حد بيتصل حتى يبلغ. يعني لو انت حتى حد ضايقك ما بتروحش تعمل فيه محضر، لا انا بروح اخد حقي بايدي. ودي مشكله كبيره جدا جدا بقت بتواجهنا دلوقتي. ليه الناس لغت القانون في دماغها ولغت الاقسام ولغت كل الحاجات دي وابتدات تمشي في اللاين بتاع انا هاخد حقي بايدي؟ ده غايب ايه بالظبط؟ غايب وعي؟ غايب ايه؟ اكيد طبعا. انت قلتي ان واحد مثلا بيتخانق مع واحد قاعد يضرب فيه لحد ما موته، لغايه لما موته. تمام. وهنبقى نتكلم على الجزء الثاني ده. كمل. تمام. هنا قد يعاقب على جريمه القتل العمد. تمام. وقد يعاقب على جريمه ضرب افضى الى موت، ضرب افضى الى موت. تمام. ايه الفرق بين الاثنين دولت؟ الفرق بين الاثنين هو نية أو القصد الجنائي. في القتل العمد بيتجه نية الجاني إلى إزهاق روح المجنى عليه، إلى إزهاق روح المجنى عليه. أما بالنسبة لضرب المفضي إلى الموت ده طبعا بيتجه نيته مش للموت، طبعا بيتجه نيته إلى إيذاء المجنى عليه، إلى إيذاء المجنى عليه. تمام. طبعا بتراوح عقوبته، طبعا قد يصل إلى السجن المشدد. طبعا يصل إلى السجن المشدد. طيب دلوقتي انك كانت ام احمد اللي كانت بتكلمنا بتقول لحضرتك ان ابنها وواحد اتخانقوا وبعد ما اتصالحوا فوجئت ان في قضيه، ده ايه السبب اللي بقى خلى في قضيه بعد الصلح؟ الصلح لم يتم اصلا. لو الصلح تم فعلا ده الجنايه كانت قضت. طب انت حضرتك تنصحها بايه او تتوجه لايه بالظبط؟ يعني تقدم فين مثلا لو في بلاغ او حاجه، تعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي هي تتخذها عشان تحفظ برضو حق ابنها ما حقها وفقا للقانون؟ يعني هنشوف ملابسات القضيه. تمام. نشوف ملابسات القضيه. طبعا تم القضيه تحالت قدام المحكمه. تمام.
لازم طبعا تقوم محامي يشوف ملابسات القضية، يقرأ التحقيق، يقرأ ايه اللي حصل. تمام. طب انت من وجهة نظرك ايه اللي خلى الناس بعدت خالص عن القانون وانها تاخد حقها قانونا، وايه اللي خلاها دلوقتي بتاخد حقها بايديها؟ ايه الاسباب؟ يعني اكيد في اسباب كتيرة. والله منها غياب الوعي. تمام. مش عاوز اقول فيه ان قانون العقوبات اصبح يعني ما يطبقش، مش بيطبق على كل الناس طبعا. عندك مثلا ممكن يحصل زي القضية المشهورة بتاعت راجع، ان في ناس بيقول لك ان هي ان هو فعلا عدى السن القانوني، سن رشد جنائي. في ناس بتقول لك سمعنا عنها. في ناس بيقول لك ان هو حصل تزوير والكلام ده كله. طيب لو دلوقتي معانا احمد من الجيزة. الو. الو، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل تحت امرك. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت. ربنا يخلي حضرتك. وبداية برحب بضيفك العزيز. ربنا يخليك. وحابب اتكلم في نقطة في قانون العقوبات. اتفضل يا فندم. النهارده حضرتك بتناقش اكتر من مشكلة جميلة جدا. تمام. الهدف اللي انا عايز اتوصل اليه وبداية التأصيل والتحليل لمناقشة قانون العقوبات هي ان احنا نتكلم عن التدابير الاحترازية. التدابير الاحترازية اتمنى من حضرتك تبقى توصيات البرنامج النهارده، ان احنا ننزل برنامج ومنهج لطلابنا في المدارس ان يكون رقم واحد هو التدابير الاحترازيه، ان احنا نوقف من خطر الجريمه ونحد من خطر الجريمه. ليه؟ لان حضرتك النهارده بتتكلم في نقطه جميله جدا اللي هي ان الشاب بيرتكب جريمه. في ظل الانفتاح اللي احنا فيه وفي ظل التكنولوجيا اللي احنا فيها لابد من تجديد العقوبه اذا كانت الجنايه مقترنه بجنايه. اكيد يا فندم، ده هدف البرنامج اصلا واتمنى ان هو يطبق. كمل حضرتك، انا سامعاك. تمام. رقم اثنين حضرتك، انا دلوقتي لما بتكلم عن التدابير الاحترازيه هي رقم واحد. تمام. رقم اثنين دلوقتي بالنسبه لمناقشه قانون العقوبات بتقتضي ان احنا ناخد حلقات كتير. يعني يكون صدرنا راحل في مناقشه القانون، لان قانون العقوبات احنا عارفينه بينقسم لابواب كتيره، وضيفك الكريم عارف بكده جامد قوي. ما هو ضيف الكريم هيكون معانا ضيف تاني ان شاء الله، وهنكمل، هي مش حلقه واحده باذن الله. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. اتفضل هنكمل. دلوقتي لو انا دلوقتي حد قتل حد مثلا برصاصه ومات، وجا واحد رمى بطوبه، عقابهم هما الاثنين ايه؟ تمام. في جريمه القتل، لابد ان يكون هناك توافر عنصر مفترض. ايه هو العنصر المفترض؟ ان الانسان اصلا يكون حي. حي. فالطب الشرعي بقى متقدم جدا جدا جدا، بيبقى عارف ان الاصابه او ان الضربه اللي حددت الاصابه دي، سواء القتل، سواء مثلا الضرب بالرصاصه او الضرب اللي جاب طوبه وحدفها عليه. تمام. لو الطب الشرعي اثبت ان الضرب بالرصاصه هو اللي احدث الوفاه، طبعا مين اللي بيعاقب؟ بيعاقب اللي قتله. طب لو الشخص الثاني ده جه ضربه، هنا لا يعاقب باي شيء خالص طبعا، لان القانون اصلا ما بيعاقبش عن التمثيل بالتمثيل بجثه المجني عليه. يعني ما فيش قانون بيعاقب على التمثيل بالجثه. لا لا. طيب دلوقتي يا استاذي، انا دلوقتي لو جيت مثلا عايزه اضرب حد مات في ايدي غصب عني، اعاقب ازاي؟ تمام. دي يعتبر من جرائم متعديه القصد الجنائي، من الجرائم المتعديه. يعني قصدي حاجه، اتفضل، قصدي حاجه والنتيجه ادت الى حاجه تانية خالص غير اللي انا بقصدها خالص. طيب في عجاله، ايه اللي محتاجه قانون العقوبات المصري عشان للحد من الجريمه؟ طبعا زي ما ضيفنا الكريم قال برضو، وجود تدابير احترازيه اللي بتواجه الجريمه قبل ارتكابها. تمام. التوعيه مهمه جدا للحد من الجريمه. تمام. المعرفه القانونيه، معرفة القانونية. تمام. سواء بقانون العقوبات أو بالعقوبات نفسها، وخاصة التدابير الاحترازية لابد أن تطبق، يعني يكون في توعية لها. والنقطة الثانية، اتفضل، أنت قلت لي نقطة في أول حلقة. العقوبة. أوه. إن في لازم يكون في معرفة قانونية بقانون العقوبات والعقوبة، يعني لأن طبعا من أمن العقاب أساء الأدب. تمام. هو ممكن إحنا نعمل مثلا برنامج نوعي فيه الناس ان كل قضيه كل جريمه هترتكبها هيكون ليها عقاب،
ينفع ده ان احنا نعمله مثلا غير في مدارس، نعمله في الجامعات، نعمله عن طريق النت، نعمل برامج؟ خلي بالك ان في بعض الكليات بياخدوا اسمها مادة قانون، تمام؟ مادة القانون دي فيه يكون فيها توعية كبيرة جدا سواء للشباب اللي بيدرسوا او غيره من الكلام ده. بص، هو القعدة معاك اكيد مش بعتش انا من المعلومات الجميلة بتاعتك، بس احنا هيكون لينا مع حضرتك حلقة تانية ان شاء الله تيجي تنورنا. فانا بشكر حضرتك جدا، المحامي خالد جمال، ماجستير في القانون، الف شكر لحضرتك، وشكرا على معلوماتك القيمة. باذن الله تكون معانا بقى عشان نكمل، عشان يكون معانا قضايا اكتر باذن الله. في نهاية الحلقة أحب أشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، وبشكر مخرجي الجميل محمد سمير. ألف شكر، السلام عليكم.